الإمام الصادق عليه السلام هو جعفر بن محمد الباقر ابن علي زين العابدين ابن الحسين الشهيد ابن علي ابن أبي طالب عليه السلام. ولد الإمام جعفر الصادق عليه السلام في المدينة المنورة في 17 من شهر ربيع الأول من سنة 83 هجري قمري، وقيل سنة 80 هجري قمري. أمه الملقبة بأم فروة هي فاطمة بنت القاسم ابن محمد ابن أبي بكر. قال الإمام الصادق عليه السلام عن والدته: كانت أمي ممن آمنت واتقت وأحسنت، والله يحب المحسنين. عايش الإمام الصادق عليه السلام جده الإمام علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام الذي استبشر بهذا المولود المبارك وقام باستقباله فرحا مسرورا وأجرى عليه مراسيم الولادة الشرعية. الإمام جعفر الصادق عليه السلام هو الإمام السادس لدى الشيعة الإمامية أو الجعفرية نسبة إليه عليه السلام. عاش الإمام الصادق عليه السلام بين رعاية الجد وعناية الأب، فكان الأول يغذيه بكل معاني السمو والشموخ، والثاني يوحي إليه بالفضل والكمال والرفعة، حتى عاش بين الحكمة والأخلاق والعلم والزهد والعبادة، فانطبعت روحه ونفسه بآثارهما، فكان هذا أصله الكريم ومهده المبارك. عاش مع جده السجاد 15 سنة، وقيل 12 سنة، ومع أبيه الباقر عليه السلام 19 سنة، وكانت مدة إمامته 34 سنة. الإمام الصادق عليه السلام ذو علوم جمة وعبادة موفورة وأوراد متواصلة وزهادة بينة وتلاوة كثيرة، يتتبع معاني القرآن الكريم ويستخرج من بحره جواهرة ويستفتح عجائبة، ويقسم أوقاته على أنواع الطاعات بحيث يحاسب عليها نفسه. رؤيته تذكر الآخرة، واستماع كلامه يزهد في الدنيا، والاقتداء به يورث الجنة. نور قسماته شاهد أنه من سلالة النبوة، وطهارة أفعاله تصدع بأنه من ذرية الرسالة. قال مالك إمام المذهب المالكي: كان جعفر لا يخلو من إحدى ثلاث خصال، إما مصل وإما صائم وإما يقرأ القرآن. ومن دعاء الإمام الصادق عليه السلام للإمام المهدي عليه السلام في تعقيب صلاة الظهر: وأنجز لوليك وابن نبيك الداعي إليك بإذنك، وأمينك في خلقك، وعينك في عبادك، وحجتك على خلقك عليه صلواتك وبركاتك وعده. اللهم أيده بنصرك، وانصر عبدك، وقو أصحابه وصبرهم، وافتح لهم من لدنك سلطانا نصيرا، وعجل فرجه، وأمكنه من أعدائك وأعداء رسولك، يا أرحم الراحمين. استطاع الإمام الصادق عليه السلام أن يؤسس في عصره مدرسة علمية، وتتلمذ على يده العديد من العلماء، فانتشر علم آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم في الآفاق،
وكانت حلقات دروسه عليه السلام متنوعة كالفقه والأحكام الشرعية وعلم الكلام وعلم التفسير وعلوم الحديث مع مناقشة الأدلة، وكعلم الكلام ومناقشة بعض المسائل الاعتقادية ومعالجة الشبهات الدخيلة، كما اشتملت الدروس على العلوم الأخرى كعلم الطب والكيمياء وغيرها. قال الحسن بن علي الوشا: أدركت في هذا المسجد، يعني مسجد الكوفة، 900 شيخ، كل يقول حدثني جعفر بن محمد. لقد كان عليه السلام من الفضل بمكان يقر له العدو والصديق، التف حوله كافة العلماء والفقهاء والقراء، كلهم كانوا يجلسون تحت منبر درسه وينهلون من رحيق أنفاسه علما وأدبا وحكمة، فكان أعلم الأمة في زمانه بلا منافس. ومن أوائل الرواد في علم الكيمياء من تلاميذ الإمام الصادق عليه السلام هو جابر بن حيان. لقد احتل اسم ابن حيان مكانة مرموقة بين أسماء من اشتغل بالعلوم، ولا سيما علم الكيمياء الذي لم يتسن لغيره الوصول إليها طوال القرون المحصورة بين 8 و17، لا في مشرق الأرض ولا في مغربها، نظرا لكثرة ما ألف من رسائل وكتب في مواضيع علمية مختلفة، وللمهارة التجريبية التي امتاز بها عن سواه. كان جابر بن حيان أبا للكيمياء، ووضع قواعد في المنهج العلمي التجريبي، وصف العمليات الكيميائية والأجهزة والتجارب، وتحدث عن تكوين المعدن والتفاعل الكيميائي والاتحاد الكيميائي، وعن الفلزات واللافلزات. كتب أبو جعفر المنصور العباسي إلى الإمام الصادق عليه السلام كتابا يطلب فيه قرب الصادق ومصاحبته، فكتب إليه الصادق عليه السلام: ليس لنا ما نخافك من أجله، ولا عندك من أمر الآخرة ما نرجوك له، ولا أنت في نعمة فنهنئك، ولا نراها نقمة فنعزيك. وهكذا كان دأبه صلوات الله عليه مع المنصور العباسي في جميع الأوقات والأيام. وهكذا كان دأبه صلوات الله عليه مع المنصور العباسي في جميع الأوقات والأيام، حتى دس إليه سما نقيعا في عنب، فأكله سلام الله عليه، فجعل يجود بنفسه، وقد اخضر لونه، وصار يتقيأ ما في جوفه قطعا قطعا، ومرض مرضا شديدا، ووقع في فراشه. دخل بعض أصحابه عليه السلام فبكى، فقال: لأي شيء تبكي؟ فقال: كيف لا أبكي وأنا أراك على هذه الحال؟ قال الصادق عليه السلام: لا تفعل،
فإن المؤمن تعرض عليه كل خير، إن قطع أعضاؤه كان خيرا له، وإن ملك ما بين المشرق والمغرب كان خيرا له. ومن وصية له عليه السلام لابنه موسى الكاظم عليه السلام: يا بني كن لكتاب الله تاليا وللسلام فاشيا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا ولمن قطعك واصلا ولمن سكت عنك مبتدئا ولمن سألك معطيا وإياك والنميمة فإنها تزرع الشحناء في قلوب الرجال وإياك والتعرض لعيوب الناس فمنزلة المتعرض لعيوب الناس بمنزلة الهدف. يا بني إذا زرت فزر الأخيار ولا تزر الفجار فإنهم صخرة لا ينفجر ماؤها وشجرة لا يخضر ورقها وأرض لا يظهر عشبها. ذات مرة فتح عينيه وهو على فراشه ثم قال: أجمعوا لي كل من بيني وبينه قرابة. ففعلوا، ثم نظر إلى قرابته وقال: إن شفاعتنا لا تنال مستخفا بالصلاة. ثم قضى نحبه سلام الله عليه مسموما مظلوما كآبائه السابقين في 25 من شهر شوال في عام 148 هجري قمري. دفن عليه السلام في البقيع مع أبيه الباقر وجده زين العابدين وعمه الحسن المجتبى صلوات الله عليهم أجمعين. فالسلام عليه يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث حيا. اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق خازن العلم الداعي إليك بالحق النور المبين. اللهم وكما جعلته معدن كلامك ووحيك وخازن علمك ولسان توحيدك وولي أمرك ومستحفظ دينك، فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أصفيائك وحججك، إنك حميد مجيد.